بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في حد بيسال على موضوع ان الناس ممكن بتتناول وهي بتشرب سجاير. عايز اقول هنا ان السجاير شرب السجاير نوع من الضعف الروحي. يعني الانسان اللي بيدخن سجاير بتبقى روحياته ضعيفه. وهنا بقى عايز اوضح حاجه، ان السجاير شرب السجاير هو عادة، هابت، عادة وليس إدمان. بمعنى الإدمان ده بعيد عنكم، ده المخدرات يعني، ده صعب بتبقى في الدم يعني، وصعب الإنسان يبطل يعني، بياخد مجهود عشان يبطلها وعلاج نفسي وعلاج أدوية وحاجات زي كده. لكن شرب السجاير عبارة عن تعود، واحد يتعود يطلع العلبة ويحط سجارة ويجيب الكبريت ويضرب الكبريت وينفخ، عادة. والعادة أن الإنسان يكف عنها أسهل بكتير من الإدمان. يعني العادة ممكن يغلبها بعادة تانية مثلا، واخدين بالكم؟ اللي بيشرب سجاير ده بيتمتع بثلاث حاجات. اول حاجة ان هو عمر الحرامي ما يسرقه، لانه بيبات يكح طول الليل، فالحرامي يجي يلاقيه صاحي يخاف ويجري. تاني حاجة انه يعرف ناس كتير، لانه كل يوم التاني عنده دكتور شكل، فبيتعرف على ناس كتير يتعامل معها. تالت حاجة انه ما يعجزش، لانه بيموت بسرعة. فأحيانا شرب السجاير له حيثيات معينة يعني. فعايز أقول إن يعني لا يليق إن إنسان يعني زي واحد قداسة البابا المتنيح الأنبش ده مرة بيعلق على واحد جاله يتناول في الهيكل وحاطط علبة سجاير في جيب القميص كده هوت. فالله ينيح نفسه اعترض عليه، قال له انت يعني انت خاطئ ومصر على الخطأ، يعني جايب علبة سجاير عشان لما تخلص من اولى تبتدي تتولع في سجاير. فسأل وقال له طب هو ايه الخطأ في تدخين السجاير؟ قال له يعني انت بتحرق جسمك بالكبريت وبالنيكوتين وبالحاجات اللي في السجاير، ولسه بتسأل ايه الخطأ، بتضحي بصحتك. وهو فعلا يعني عمليه علميا معروف ان المدخن دايما عمره اقل 7 سنين من الانسان العادي. يعني شوف كل علبه سجاير بتدخنها بتنقص عمرك قد ايه. لذلك انا بقول دايما ان الاقلاع عن التدخين عمليه سهله، ما هيش صعبه، بسيطه. لو عندك اراده قويه حط الخطيه دي تحت رجليك وتدوس عليها وما تقبلهاش. والمسيح شفى الراجل اللي له 38 سنة مقعد، شفى وتعافى وبقى كويس. ما تقولش بقى أنا يعني، ناس تتعلل كتير وتقول أنا ليا 40 سنة بدخن ولا ليا 30 سنة بقى. ويقول لك أنا أصل دي المتعة الوحيدة في حياتي، أصل دي مش عارف إيه. لا، كل دي يعني نوع من الضعف الروحي. خليك قوي، خليك شديد، اللي عندك إرادة ارمي الموضوع ده تحت رجليك وربنا هيديك قوة وهتقلع عن هذه العادة الضارة ليك وللي حواليك. ربنا يبارك في حياتكم. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة للأبد أمين.